السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي الطلاب، درسنا اليوم العددان الأوليان فيما بينهما، وهذا الدرس يعتمد على دروس سابقة كنا شفناها. من ضمن هذا الدروس هي مجموعة الأعداد الأولية والتحليل إلى جذع عوامل أولية، وطرق التحليل كلها اللي كنا شفناها مختلفة. السؤال لدينا الآن: أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 165 و1264. دعنا نحاول مع الأول 1274. تذكر أولا معي عزيزي الطالب ما هي الأعداد الأولية الأصغر من 100. هي 2 3 5 7 11 إلى آخره من الأعداد الأصغر من 100. لاحظ أن هذا رقم أحادي زوجي بالتالي فهو يقبل القسمة على 2. حاصل القسمة سيكون 6 3 7. هل نستمر من 2؟ طبعا لا، لأن رقم أحادي ليس زوجيا. نشوف مع 5 لا يقبل القسمة على 5، رقم أحادي ليس 5 ولا 0. نشوف مع 7، عندما نقسم على 7 سنجد العدد. فكر معي قليلا، سنجد العدد 91. هل نواصل مع 7؟ نعم، يقبل القسمة على 7، بالتالي يساوي العدد 13. وعلى العدد 13 هو عدد أولي، إلى هنا ينتهي التقسيم. ونكتب العدد إلى جذع عوامله الأولية 1274 مكتوبا إلى جذع عوامله الأولية، هي 2 7 7 13. نحاول مع العدد الذي يليه اللي هو العدد 165. هل يقبل القسمة على 2؟ لا، لا يقبل القسمة على 2. هل يقبل القسمة على 3؟ نعم، يقبل القسمة على 3. 16 على 3 فيها 5 وباقي 1، 15 على 3 فيها 5، إذا الناتج هو 35. وهل يقبل القسمة على 3؟ لا، لأن مجموع أرقامه ليس مضاعفا للعدد 3، 5 × 5 10. إذا نشوف اللي بعده، العدد 5، بالتالي فهو قام لأن رقم أحاده 5. نقسم على 5 والحاصل يكون 11، عدد أولي. وهنا تنتهي عملية التحليل، ونكتب نتيجة تحليل العدد 165 إلى جذع عوامل أولية، هي 3 و 5 و 11. 3 و 5 و 11. الآن لدينا التحليل إلى جذع عوامل أولية للعدد الأول، والتحليل إلى جذاع عواملية للعدد الثاني. بالتالي ما هي مجموعة القواسم المشتركة هنا؟ يعني لاحظ معي ما هي مجموعة القواسم المشتركة. هل هناك مجموعة قواسم مشتركة بين العددين؟ 2 هل هو مشترك؟ ليس مشترك. 7 هل هو مشترك؟ ليس مشترك. 7 هل هو مشترك؟ لا. العدد 13 مشترك؟ ليس مشترك. بالتالي فإن العددان 1274 والعدد 165 قاسمهما المشترك BGCD هو الواحد فقط، لأن باعتبار أن جميع الأعداد دائما تظهر في مجموعة قواسمها العدد واحد، بالتالي فإن الأعداد مجموع قاسمهما هو الواحد. شوف مثال آخر: أوجد القاسم المشترك للعددين 847 و300 بنفس الطريقة. نحلل إلى جذع عوامل أولي العدد 300، أذكرك 2 5 3 عفوا 5 7 11 13 إلى آخره من الأعداد الأولية الأقل من 100. هل العدد يقبل القسمة على 2؟ من الواضح أنه يقبل. رقم أحاده 0، وهو قابل للقسمة، بالتالي فإن النتيجة تكون 150. ما زلنا نكمل مع 2، لأن رقم أحاده 0 لا يساوي 75.
بالتالي نتوقف لأن رقم الحادي ليس 2 ونشوف هل يقبل القسمة على 3. نعم يقبل القسمة على 3 فيكون فيها 2 فيها 5. هل ما زال يواصل؟ لا. نشوف العدد اللي بعده اللي هو 5 نقسم على 5 تكون النتيجة 5 لأن 5 في 5 25. والحاصل هنا هو عدد أولي، بالتالي هنا تتوقف عملية التحليل ونكتب عملية تحليل العدد 300 هي 2 في 2 3 في 5 في 5. نحاول الآن مع العدد الذي يليه اللي هو 847، هل يقبل القسمة على 2؟ طبعا لا يقبل، رقم حالي ليس زوجيا. هل يقبل القسمة على 5؟ لا يقبل. هل يقبل على 7؟ نعم يقبل القسمة على 7 ويساوي 121. ثم في 121 هل نستمر مع 7؟ لا يقبل. نشوف بعد 7 كاين العدد 11 والعدد 121 هو جداء العددين، بالتالي فإن في تحليل العدد 147 نجد العدد 7 في 11 في 11. إلى هنا ننتهي تحليل العددين. الآن نبحث عن القواسم المشتركة. هل هناك قواسم مشتركة؟ لاحظ معي هنا الاثنين هل هو موجود هنا؟ لا. الاثنين هنا هل هو موجود؟ لا. الثلاثة هل هو موجود هنا؟ لا. الخمسة هل هو موجود؟ لا. إذا ليس هناك أي قاسم مشترك، بالتالي لا يجمع العددين، لا يجمع العددين 300 و847 إلا قاسم مشترك اللي هو الواحد. بالتالي فإن مجموعة الأعداد أو أي عددين يكون قاسمهما المشترك هو الواحد فقط، هذان العددان نسميهما عددان أوليان. إذا يكون العددان أوليان بينهما إذا كان قاسمهما المشترك هو الواحد. عزيزي الطالب تذكر هذا جيدا، إذا كان القاسم المشترك الأكبر لعددين هو الواحد نسمي هذان العددان عددان أوليان فيما بينهما، إنك تحتاج هذا في عملية اختزال الكسور. لنعتبر العددين 380 و260 باستعمال خوارزمية تقليد عين القاسم المشترك الأكبر لهما. طبعا أنت تتذكر خوارزمية تقليدس، قلنا أننا يمكن إيجاد القاسم المشترك لعددين باستعمال التحليل الإجدوعي الأولي أو باستعمال خوارزمية تقليدس، وهناك خوارزمية واحدة بالقسمة والأخرى بالتركيب. سنحاول نحن بالقسمة هنا نقسم 300 هذه القسمة المتتابعة، كنا شفنا الحصة من قبل 380 على 260 كم فيها؟ فيها مرة واحدة، إذا 260 نطرحها من العدد الناتج 120. احنا نتوقف من القسمة عندما يكون الباقي هنا صفر، بالتالي سنواصل سنقسم القاسم هنا على حاصل القسمة. إذا سنقسم 260 على 120 كم فيها؟ فيها 2 0 4 2 والناتج 20. لم الباقي ما زال عدنا، بالتالي القسمة لم تتوقف. سنقسم هذا العدد 120 على 20 120 على 20 فيها 6 120 عندما نطرح يكون الباقي، انتهت القسمة لأن الباقي صفر، ونقول أن القاسم المشترك لهما هو 20. إذن القاسم المشترك لهذان العددين هو 20. تذكر جيدا أن القاسم المشترك لهما يساوي 20. الآن ليكن الكسر التالي اللي نسميه A مثلا يساوي 380 على 260. احنا كنا وجدنا القاسم المشترك للعددين، القاسم المشترك الأكبر من التحليل السابق كنا وجدناه يساوي 20. إذا ليكن الكسر A يساوي 380 على 260. المطلوب منا الآن أن نكتب هذا الكسر على أبسط شكل ممكن، بمعنى
نكتبه على شكل كسر غير قابل للاختزال، نكتبه على شكل كسر غير قابل للاختزال. طبعا هنا سنستعين بفكرة القاسم المشترك، بمعنى أن سنقسم المقام البسط والمقام، سنقسم كلاهما على القاسم المشترك. إذن هنا وش راح يساوي؟ 380، هذه نقسمها على 20 اللي هو القاسم المشترك، وهنا عندنا 260 نقسمها على 20. بالتالي الـ A وش راح يساوي؟ بعد حساب بسيط ستجد أن النتيجة، مثلا أنت لازم تستعمل مخك شوية معايا وتقسم، سنجد النتيجة مثلا هنا الصفر مع الصفر هذا 38 فيها 19 على 260 صفر مع الصفر، إذا فيها 13. ونحن نعلم أن 19 عدد أولي و13 عدد أولي، إذا فهما عددان أوليان بينهما، بالتالي هنا تتوقف القسمة، ونسمي الكسر هذا كسرا غير قابل للاختزال. متى يكون الكسر كسر غير قابل للاختزال؟ عندما يكون بسطه ومقامه عددان أوليان فيما بينهما. عزيزي الطالب، إلى هنا ينتهي الدرس، أتمنى أن تكون الفكرة قد وضحت، وإلى لقاء آخر في حصة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.